جينا لاخر لعبه ترابيزه معانا النهارده وهي لعبه الاكس او، وهم اللي قالوا شاطرين في الايه ووتر فليب، صح كده يا بنات؟ انت قلتي انت شاطره؟ اه. وانت قلتي انت شاطره؟ اه. وكنتوا بتعملوا ايه لبعض قبل ما نبتدي؟ يا سلام يا سلام يا سلام، اما نشوف مين فيكم اللي هتكسب بقى يا حلوين ويا حلوات. وطبعا الكبار العاقلين هنا حيث التكتكه هيشوفوا بقى يحطوا فين الاكس وفين الاو، ده من ايه يعني؟ يلا بينا نبتدي على طول. ريدي ستيدي يلا يا ناي جو. يلا يلا يا ساندرا. يلا ليا ساندرا. ايوه برافو. يلا ليا. اه ساندرا. اه برافو. شفتي دي عملت فيكي ايه؟ يلا عشان اخر واحده ساندرا. يلا. ها ها يو. ها ها برافو. نو اقفلي هالهم. ايوه يلا هكسب برضه انا عارف هكسب. يلا يا ساندرا برافو. لا ماشي. يلا يا ليه لسه ساندرا واحده لو سمحت يا ساندرا. لا يا لسه. يلا لا. طب يلا انت برافو. فين يا بنتي يا بنتي؟ فكري كويس. حطت خلاص هو كسب كده كده. يلا يلا واحده كمان. حطي واحده كمان. حطي واحده. اسمعي كلامها. يلا يلا واحده يا ساندرا. بيقول لك واحده يا ساندرا. واحده بس. بيقول لك واحده بس. واحدة بس يا ساندرا. يلا. اه. شوف الواحدة. برافو. برافو. واحدة بس يا ساندرا، واحدة بس هي اللي خلصت الجيم. شطارة حلاوة طعامة لذيذة. بكده يبقى وصلنا لغاية نهاية الجزء الأول بتاعنا النهاردة، بس لسه مكملين بكرة لعب وحركات وتحديات. استنونا بكرة في نفس الميعاد. دلوقتي نقول لهم إيه؟ باي. اعملي باي يا ليه يا باي.